ورجعنا لكم تاني في الموضوع المهم اللي احنا النهاردة بنتكلم فيه، وهو موضوع الوسطية اللي هي خير الأمور الوسط. اللي المفروض بنقول ان احنا دايما بين شيئين فبنختار الخير دايما، يعني الوسطية معناها ان احنا بنختار الخير دايما. الخير في ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى وصانا ان احنا ناكل ونشرب ولا نصرف، يعني كلوا واشربوا ولا تصرفوا. وصانا ان احنا ان انكر، يعني هي في ايات ولا تصرفوا، انا اسفه ولا تصرفوا. ووصانا سبحانه وتعالى ان احنا دايما ما نعليش صوتنا، ووصانا ان احنا دايما ما نكسرش في الاشياء ولا في القول ولا في الفعل. طبعا كل ده اللي احنا بنعمله دلوقتي مختلف جدا، يعني تقريبا لو احنا يعني قارنا بين زمان وبين دلوقتي هنلاقي ان احنا دلوقتي اخذنا امور الغرب اكتر من امورنا بتاعت زمان. يعني زمان الناس كلها كانت بتعتدل في كل حاجه، في الاكل، في الشرب، في اللقاءات الاسريه، في اللقاءات العائليه ما بين الجيران. دلوقتي احنا بقينا نفتقد كل ده. يعني زمان كنا في الكتب بتاعه المدرسه، انت عارفه الكتب بتاعه زمان طبعا، كانوا بيبقوا كاتبين في ظهر الكتب التعليمات. دلوقتي ما بقتش موجوده التعليمات، صح كده؟ واول حاجه التعليمات ان احنا نعتدل في كل حاجه وان ما نعليش صوتنا. يعني بيقول لك ان علو الصوت تقريبا دليل على ضعف موقفك. دلوقتي احنا كلنا بقينا مستعجلين في كل حاجه، امور حياتنا الحياه بتاعتنا بقت صعبه، مستعجلين في الاكل، مستعجلين في الشرب، حتى مستعجلين في الصلاه، ما بقيناش ندي وقت لنفسنا. احنا لا عايزين تعلوا قوي ولا تفضلوا تصلوا طول النهار ولا تاخدوا في الصلاه. مثلا في حد ياخد في الصلاه 5 دقائق ويقول لك انا صليت. يعني احنا بنطالب بالاعتدال. الاعتدال ده او الوسطيه ده بقى اسلوب حياه، والمفروض ان ده يبقى اسلوب الحياه بتاعنا، صح ولا ايه؟ صح، اكيد طبعا. وسبحان الله كمان ذكرها في كذا سوره من سور القران. يعني في سوره لقمان لما كان سيدنا لقمان بينصح ابنه كان بيقول له قال الله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. طبعا سبحان الله، يا دلوقتي ما تعرفش الناس ماشيه ازاي، ولا ماشيين بسرعه قوي، ما فيش اعتدال في المشي. كمان الصوت العالي بقى زاد عن اللزوم. يعني هو سبحان الله ربنا شبه الصوت العالي بصوت الحمار، لان هو اعلى صوت في الشارع بيبقى صوت الحمير. فتخيل انت بقى لما صوتك بيبقى عالي في البيت او في الشغل او في الشارع، يعني انت متشبه بالحمار. كمان في ايه سبحانه وتعالى برضه ربنا ذكرها بيقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يعني حتى الاعتدال في الصوت اللي احنا بنلقي بيه. معانا اتصال تليفوني دلوقتي. الو الو، السلام عليكم. عمر، السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، ازيك يا عمر؟ انا بحبكم جدا والله، بحبكم في الله. واحنا اكتر والله. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. انا بستناكم والله، وانت طيبه بستناكم عشان اسمع، بستفاد منكم كتير صراحه. الله يخليك يا حبيبتي، ده شرف لينا. الله يخليك. انا نفسي بس توجهي كلمه لابن عمر وابن عبده، ان لازم لما يصلوا لازم كده بالراحه وبالهدوء. يعني هم سامعينك دلوقتي والله، يا ريت بس تكلمون في الحته دي. معلش يا حبيبتي. بصي، السلامي لعمر الاول، ورب يا رب يخليهم لك. اولا احنا الاولاد عندهم كام سنه الاول؟ عندي 12 وعندي 14. 14 ده برضو كبير، يعني المفروض يعقل كده شويه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي. بصي حبيبتي، احنا الاولاد عندنا دايما مشكلتها ما عندهمش وسطيه. دي مشكله بنعاني منها كلنا. يعني عايزين ياكلوا صنف واحد بيحبوه، ممكن مش عايزين يغيروه. عايزين يشربوا، هو صنف واحد برضو اللي بيحبوه مش عايزين يغيروه. حتى الحكاوي احنا بنحكي لهم حكاوي وهم عيال صغيرين، هي برضو الحكايه واحده، يعني مش عايزين يغيروا. فاحنا المشكله بتاعتنا ان احنا بناخدهم بالراحه. يعني انا عندي اولاد، الصلاه دي عامه بزرعها فيهم من سن 7 سنين، فبيبدا يصلي وبيبدا يسيب صلاه، يعني ياخد فرض والفرض التاني يسيبه. فانا بمشي معاه ايه، حاجه حاجه. يعني الاطفال عامه ما بيحبوش ان هم يبقوا مقيدين. عامه 12 سن 12 سنه وسن 14 دول اطفال. ايوه مشكلتهم ما بيحبش حد بيأيدهم، بس بالراحه. انتوا شويه كده. بالراحه. يعني احنا مثلا نقول له طب انت عشان مثلا تمسك الموبايل صلي الاول. يعني انا لما باجي بقول لابني قمت صليت الظهر، يقول لي لا، اخد منه الموبايل بس بشكل حلو كده، طب روح صلي وتعالى خد الموبايل بتاعك. طبعا انت لو قلتي له هاخد منك الموبايل هيصلي اليوم كله. اشكرك يا ام عمر. معانا تليفون تاني، محمود من القاهره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ حضراتكم طيبين؟ وانت طيب.
هو انا سمعني اتكلم مع حضرتك نقطتين. اتفضل. النقطه الاولانيه، اولا احنا بنحب البرامج بتاعه حضراتكم دي قوي، اقسم بالله العظيم، وبندور على القنوات دي عشان بنلاقي الناس زي حضراتكم كده بتنور الناس. الله يخليك، الله يخليك. دي يا ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا ان رب شاء الله. يا رب احنا جميعا. الحاجه الثانيه، ان حضرتك بتتكلمي على السرعه وكل الشباب والاولاد وكلام من كل حاجه، يعني كل حاجه بقت بسرعه. بص حضرتك، انا اتكلم عن نفسي يعني، يمكن انا كبير في السن شويه، ولا بقى حضرتك يعني اتربينا على حاجه اسمها طبليه، ولا بقى حضرتك، ودخلنا كتاب كويس كده، عرفنا كنا بنصلي ازاي، بنسمع الكلام ازاي. النهارده بكل اسف لا بنقفل في البيوت، كل واحد بياكل لوحده. ده يمكن قبل الوباء اللي حصل دوت، كل اللي بياكل في الشارع، اللي بياكل لوحده، اللي بيخش على الاوضه، يعني الدنيا سبحان الله. فانا بتمنى من ربنا تكتروا من البرامج بتاع حضراتكم ديت، واخد بالك، ونتكلم في الحاجات دي كتير. طبعا احنا، بص يا استاذ عمر، احنا كنا، يا استاذ محمود، احنا بنشكرك الاول وبنقول لك الف شكر. احنا دلوقتي البلاء اللي ربنا ابتلاه لنا ده ما نزلش كده هباء، على فكره هو نزل بسبب. سبب ايه؟ الاعتدال والوسطيه اللي احنا فقدناها في حياتنا. يعني انت دلوقتي بتقول كل حاجه بسرعه، تخيل بقى ان احنا كنا بنعمل كل حاجه وامورنا بسرعه، وكان الواحد يخلص شغل مثلا لو ليه بيت وزوجه واولاد، كان يخلص الشغل من هنا ويروح يطلع بره البيت يقعد على القهوه بال 12 ساعه. ولا انت شايفه ايه يا حنين؟ ايوه طبعا 12 ساعه ويسيبهم قاعدين في البيت، يعني مثلا يشتغل 12 ساعه يجي بعد ال 12 ساعه ده ما يقعدش في البيت، لا يطلع على القهوه يقعد له 3 4 ساعات 5 ساعات، المهم يجي على الساعه 12 تقريبا، لا بيقعد مع عياله ولا بيقعد مع مراته ولا بيعمل اي حاجه، وبيلاقي نفسه افتقدهم ومبقاش عارف هم اولاده دول بيفكروا في ايه، ولا مراته دي ايه اللي تعبها في حياتها. فسبحانك يا رب، ربنا وقف كل حاجه عشان نعيد ترتيبنا تاني من اول وجديد، ونضطر نقعد في البيت الساعه 7 بالظبط. حتى لو اي حد عايز يقعد على الفيسبوك اللي شاغل الناس كلها، هيقعد عليه قد ايه؟ هيقعد عليه 3 ساعات 4 ساعات بقيه اليوم، هيعمل ايه؟ هيضطر يقعد مع مراته، مع كل العيله، ومع اولاده. يعني كان في مذيع محترم من دون ذكر الاسماء، فكان بيضحك كده فكاهه كده، فكان بيقول ايه، بيقول ده انا تصدقوا انا اول ما قعدت اكتشفت ان مراتي دي طيبه. طبعا هو مش قصده، يعني هو قصده ان هو اكتشف ان كان مفتقدهم، ان كان بيخلص شغل مثلا وفي حاجات تانية كده كانت بتشغله، دلوقتي اضطر ان يقعد معاهم، هيسمع من مراته، هيسمع من عياله. بالظبط، صح كده. وكمان انت نسيتي تقولي حاجه مهمه. فضل. ان الوسطيه كمان في حياتنا. يعني انا لما مثلا اكون مثلا زوجه، اسمع كلام زوجي في كل حاجه، بس بال لا الموضوع نص ونص. الموضوع ده كبير. نص ونص، يعني يتناقش معايا، يقنعني بوجهه نظره، فمش معنى ان انا موافق ان انا اسمع كلامك في كل حاجه. لا، ما هو وعايزه اقول لك بحق مكتسب. ما بحق مكتسب. ليه بقى؟ لان هي اصلا من الاول سمعت كلامه في كل حاجه. تمام. فانت اللي يخليكي تبقي وسطيه. لا، ليه اسال؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته كانوا بيسالوه. يعني ماشي، مع احترامي لكل الازواج، انتوا مش انتوا فين والرسول فين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجعل مشورة دايما في أهل بيته، مش عشان هو عايز يعمل كده، لا، عشان يعلمنا إحنا فيما بعد إن إحنا لازم بيتنا ده يبقى أساس المشورة. حتى سبحانه وتعالى في آية في سورة الإسراء بتقول إيه على الإنفاق. طبعا أنت شايفة دلوقتي الناس ما شاء الله المصاريف بتاعتهم معدية الألفات، طب ليه معدية الألفات؟ ليه بعد كده تيجوا تشتكوا من مفيش فلوس؟ بنرجع تاني نعتدل اهو. بالظبط، يعني هو ده التوقيت للاعتدال. ليه بقى ربنا نزلها في القران؟ بس للاسف الناس اللي بتقرا القران ما بتتمنعش في الصور بتاعته، في الايات بتاعته. احنا بنقرا القران ويبقى فرحانين قوي احنا ختمينه في شهر رمضان، طب هل انت فهمت الايات بتاعته؟ هل انت طلعت كل ايه كده وفصصتها زي ما كان الصحابه بيعملوا ايام الرسول؟ انتوا لو انتوا كلكم وكل الناس لو فعلا مسكت اي ايه وفسرتها، صدقوني هتبقى احسن من اي دوله تانية. ربنا لما خاطب وقال ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني هو ربنا قال لنا الوسط حتى في الانفاق، عشان انت لو انفقت كل فلوسك هيؤدي ذلك الى ايه؟ ان انت هتصبح فقير وهسيب عيالك من بعدك فقراء. فالوسطيه حتى في الانفاق. طب الوسطيه دي بقى كل الاديان لعب بيها، مش الدين الاسلامي. بالظبط، حتى الدين المسيحي كان يقول مثلا الشوكولاته دي حلوه، بس كترها يتعب الصحة، يعني خطر على الصحة. النوم جميل، بس طول النوم يجيب الفقر، يجيب الكسل، يجيب الفقر والأمراض كمان.
ده اكيد يعني، ده اكيد. ودلوقتي معانا اتصال تليفوني، مي من طنطا. ايوه يا مي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك؟ تمام يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه الاول. وانت طيب. بصي يا مي، وانت طيب، عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. انا عندي طفل صغير، وساعات انا بصلي وببقى سايباه لوحده. بس بصلي سريع عشان بيبقى بيعيط ياما، فانا عايزه اعرف كده انا شايله وزر ولا ايه؟ طيب خليكي معانا. هي طبعا يا مدام مي، هو سبحان الله وتعالى، هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى بيصلي، كان الحسن والحسين بيجوا على ظهره، فكان بيكمل صلاته عادي. انت بس ركزي في صلاتك تمام، وخليه قدام عينك، يعني قعديه قدامك عشان حتى ما يعني، وحوطيه بحاجه كده يعني، زي ما اهالينا كان زمان بيحوطونا. هي مش، انت مش شايله وزر ولا حاجه، بالعكس انت ركزي في صلاتك وربنا هيتقبل. وعموما احنا ما بنحبش يعني، احنا نقول بس انا ما بحبش افتي فتوى انا اتحاسب عليها بعد كده. وعموما لو الموضوع يهم قوي ممكن تتصل بدار الافتاء. احنا ابتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، والحسن والحسين كان بيبقى على ظهره، فكان بيسجد بيهم وبيقوم بيهم. بس احنا اضعف الايمان، ديننا يسر مش عسر. بالظبط كده، ديننا يسر مش عسر. فربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني باذن الرحمن يعني. بس لو عايزاها فتوى يبقى من المكان المختص، من دار الفتوى، من دار الافتاء. طيب دلوقتي احنا كل مشكلتنا دلوقتي الجرائم اللي بتحصل. تعرف ان الجرائم اللي بتحصل دي سببها عدم الوسطيه وعدم والعدم الاعتدال. طيب معنا رقم تليفون، معنا مكالمه تليفونيه. ام فرحه من هنا. السلام عليكم. السلام، علي صوتك يا ام فرحه. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي أنا عم أزور يعني، رحت. إزيك الأول، عاملة إيه؟ الحمد لله والله. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة صراحة، مش مصدقة بصراحة إن أنت فتحتوا عليا. لا يا حبيبتي، ده أنت منورانا. صايمة النهاردة؟ لا والله علي عود. أنا كنت عم أصيم خالص والاثنين يعني، ومتلازمة الحمد لله، اللهم لك الحمد في الصلاة. إن شاء الله. بتقولي ايه يا ام؟ لو سمحت، انا ابني متوفى. البقاء لله. الحمد لله يا رب ليك. اتفضلي، اتفضل يا حبيبتي. انا رحت امبارح اشتكت له جو يعني، ونسيت انا ان انا علي الحائط دي، ورحت زرته وما افتكرتش غير الا في نص الطريق. طيب بصي حبيبتي، احنا برضو هنقول احنا ما بنحبش نفتي في حاجه، لازم نلجأ لها لدار الافتاء، دي حاجه. بس ان الله غفور رحيم، دي اساسي يعني. انا عشان اقول انا اعمل اي حاجه، انا برجع بقول ان الله غفور رحيم. بس اي حاجه عايزه افتى ممكن نلجا لدار الافتاء، صح كده؟ بالظبط. لانه هيفيدوها اكتر طبعا. بالتاكيد بالتاكيد. طيب نرجع لموضوعنا بقى تاني بخصوص الجرائم اللي بتحصل. قتل فلان مراته لانها اكتشف انها مع صديقه. السبب العنوان الكبير ده سببه ايه؟ الاختلاط الزايد على اللزوم. انا مش متعسفه عشان ما حدش يفتكر ان انا متعسفه، لا خالص. بس كان زمان عندنا كده، ايام ما كنا صغيرين اتربينا على كده، اتربينا ان في حاجه اسمها اتربينا ان في حاجه اسمها زميل واصحاب. الصاحب هو البنت صاحب بنت. اما ان انا كنت بروح اقول له مثلا بابا انا ده صاحبي، بابا كان يقول لي لا ما ينفعش، صاحبك اسمه زميلك، صاحبك دي ما ينفعش تتقال. وفي امور ينفع فيها الاختلاط وفي امور ما ينفعش فيها الاختلاط. يعني احنا كده كده بننزل العمل، فغصب عننا هتختلط. بس ما ينفعش نفتح بيوتنا نجيب اصدقائنا يقعدوا فيها ليل نهار، ويخشوا بيوتنا ويعرفوا احنا بناكل ايه وبنشرب ايه، حتى اوض نومنا بيخشوها. وبعد كده نقعد نقول ده فلانه خانتني، او ترجع تقول ده صاحبتي لفت، ما فيش اعتدال، لفت على جوزي وخدته، ما فيش اعتدال. ما لو في اعتدال وفي وسطيه الدنيا كانت هتبقى متغيره عن كده بكتير. بس للاسف احنا مشكلتنا ما بقناش عندنا حدود، ولا يا حنان؟ ما هو للاسف احنا عشان بعدنا شويه عن الدين. ده برضو اساسي برضو والله. يعني البعد عن الدين في حد ذاته ده طبعا حاجة مش كويسة. طب ازاي نبتدي بقى نرجع تاني للوسطية، نشوف ديننا قال لنا ايه، ونشوف رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ عليه الصلاة والسلام. حتى ربنا ذكرها في القرآن، وجعلناكم أمة وسطة. فهو الوسط ده في كل حاجة يا جماعة، مش عشان بس أنا أبقى زوج في بيتي اللي أنا أسطو على كل حاجة ويبقى كلمتي هي اللي مسموعة. الوسط في كل حاجة. حتى رسول عليه الصلاة والسلام كان بيتسم بكده،
كان بيقوم بكل الادوار، دور الوصول ودور القائد ودور الزوج والاب، وفي نفس الوقت كان عنده رساله لازم يأديها. كان بيحب دايما زوجاته وبيلعب معاهم. مش معنى ان انت تلعب مع مراتك او تلعب مع عيالك ان ده هينزل من هيبتك، لا بالعكس، ده هتبقى محبوب في وسطيهم. لكن لما تكون شديد هيصدقني هتبقى قعدتك وحشه قوي في البيت معاهم. طيب احنا بقى بخصوص الموضوع دوت، في اهم حاجه اللي احنا فيه دلوقتي ان احنا بنقول للرسول عليه الصلاه والسلام وسطانا ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث للهواء اللي هو نفسك يعني النفس. فياريت نطبق ده دلوقتي، ده اهم شيء، اهم وقت ان احنا نطبق ده دلوقتي. يعني بالراحه كده، في مثل بيقول لك ايه، لما نبعد حبه نزيد محبه. لا المثل ده غلط. نهدى حبه نزيد محبه، هو ده المثل الصح. بالظبط صح كده، صح اكيد طبعا. الكلمه الاخيره اللي احنا عايزين نقولها، كن لينا وليس ضعيفا، وكن شديدا وليس عنيفا. قولي بقى كلمه اخيره برضو ليهم كده، نتمنى طبعا عشان احنا نختم. نتمنى طبعا ان احنا نكون وصلنا لكم رساله، اللي احنا عايزين دايما من دلوقتي ابتدوا انتوا تبقوا وسط. صدقوني لما تبقوا وسط في كل حاجه هتستريحوا وتريحوا اللي معاكم، وده طبعا ده اللي ربنا اصلا ورسوله قال لنا عليه، الوسطيه يا جماعه في كل حاجه، في حياتك، في شغلك، مع مراتك، مع عيالك، مع مامتك وكل الاسره. الوسطيه هي احسن حاجه في النجاح. احنا كنا عايزين نكمل معاكم، ولينا حلقات تانية ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع موضوع جديد، وانا وصاحبتي حنان منير. شكرا يا حنان. شكرا يا حنان. الى اللقاء.